الطبعة الثانية للمنتدى النقابي الدولي للتضامن مع الشعب الصحراوي تشهد مشاركة العديد من النقابات المنضوية تحت لواء منظمة الوحدة النقابية الإفريقية. أكثر من 50 دولة إفريقية كرست لائحة دعم الشعب الصحراوي ضمن لوائح المنظمة. ميثاق ودستور منظمتنا يؤكد صراحة دعم كل قضايا التحرر وخاصة في إفريقيا، وكما أن اللائحة إحدى اللوائح الهامة في مؤتمراتنا هي حول الصحراء الغربية. نقابات القارة السمراء وعلى غرار هيئات رسمية أخرى رفعت صوتها من مخيمات اللاجئين الصحراويين تنادي بشرعية وعدالة القضية الصحراوية. جمعنا العديد من النقابات من جميع أنحاء العالم. أعتقد أن القضية الصحراوية تتغير اليوم، ونحن هنا لبحث الفرص والحديث عن حلول لهذه الوضعية. تحول يشهده العمل النقابي الدولي بإعلان دعمه للشعب الصحراوي، تحول يرسخ مبدأ الدبلوماسية النقابية التي رفعت صوتها الداعم لهذه القضية العادلة. أكثر من 45 نقابة من أزيد من 21 دولة. إذا هناك تحولات، هناك تحول في العالم النقابي باتجاه التضامن مع الشعب الصحراوي، باتجاه الوقوف مع الشعب الصحراوي. نحن ننتظر من هذه النقابات أن تكون سفراء للقضية الصحراوية في العالم، وأن ترافع باسم الصحراويين والصحراويات في العالم عن ما يعاني منه الشعب الصحراوي من الظلم والاضطهاد خلال هذه 50 سنة. ممثلو التنظيمات والتكتلات العمالية الدولية لم يتوانوا عن دعم العمال الصحراويين بشكل خاص ومساندة الشعب الصحراوي بشكل عام لتحقيق مطلبه الشرعي في استفتاء تقرير المصير ونيل الحرية والاستقلال.